السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه. طبعا النادي الاهلي النهارده استمر في التدريبات سريعا استعداد لمباراه غزل المحله المهمه والمهمه جدا، وكان عندنا نتيجه سلبيه مع غزل المحله. نتمنى ان شاء الله اننا نكون قادرين على تحقيق الفوز حتى في ظل غياب حمدي فتحي في طريق 3-4-3. بالتاكيد بيتسو موسيماني بيفكر وعنده الحلول وعنده ان هو يقدر يدفع برامي ربيعه او يقدر يدفع بياسر ابراهيم، وان كنت اميل بوجود رامي ربيعه، بدر بنون، ايمن اشرف. ده بالنسبه لمباراه الاهلي وغزل المحلة. لكن النهاردة كيروش أعلن القائمة النهائية المشاركة في بطولة العربية للمنتخبات، وطبعا اختار 7 من النادي الأهلي وخمس لاعبين من نادي الزمالك، واختيار 5 لاعبين من نادي الزمالك واستبعاد طارق حامد وأبو جبل ومحمود علاء عمل أزمة كبيرة جدا بين المدير الفني باتريس كارترون واللاعبين المستبعدين، تضاف إلى أزمة بن شرقي اللي عملها بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي. إيه هي الأزمة؟ في ناس بتتكلم بوضوح جدا إن اللاعبين أبو جبل ومحمود علاء تحديدا الاثنين شايفين إن استبعادهم من القائمة النهائية كان بسبب عدم الاعتماد عليهم في مباراة الإسماعيلي، ودي كانت آثار الخماسية لباتريس كارترون، وبالتالي الأزمة من وجهة نظرهم إن باتريس كارترون هو اللي تسبب في استبعادهم من البطولة العربية. هل المشكلة في البطولة العربية؟ لا، المشكلة بالنسبة للاثنين لاعبين إن ده المعسكر اللي بشكل كبير جدا لما يتم إضافة المحترفين هيتاخد منه اللاعبين اللي هيمثلوا منتخب مصر في أمم أفريقيا، وبالتالي هنا الازمه بالنسبه لمحمود علاء وبالنسبه لطارق وبالنسبه لابو جبل. لكن طارق حامد ازمته مع كروش شخصيا. النقطه الثانيه وهي ازمه بن شرقي. بن شرقي لما تم تغييره، بن شرقي يشعر الان بالاضطهاد، بن شرقي يشعر بنظريه مؤامره ان في مشكله هتحصل وان باتريس كارترون هيضطر برغبه من اداره نادي الزمالك ان هو يقعده دكه او ان هو يعتمد على حد تاني غير بن شرقي، وبن شرقي محتاج ان هو يسوق نفسه بشكل كافي جدا. بن شرقي بعد ما خرج التغيير في الدقيقه 86 اتقال ان هو مصاب، لكن الحقيقه اللي اتقال ان بن شرقي كان مستني باتريس كارترون يعمل معاه مشكله لولا طارق حامد وبعض لاعبين نادي الزمالك، وباتريس كارترون اتاخر في المؤتمر الصحفي ولو بعض الشيء فقدروا يهدوا بن شرقي. الازمات دي كلها دفعت كمان مجلس اداره نادي الزمالك لازمه اخرى مع باتريس كارترون. هل هيرضخ فيها باتريس كارترون؟ لان اصبح بالامر المباشر عليك اختيار مدرب مساعد. لو ما اخترتش مدرب مساعد لبعد مباراه سيراميكا كليوباترا هنختار لك احنا مدرب مساعد. دي أزمات متواجدة في نادي الزمالك، ولكن البعض بيتغاضى عنها أو بيغض الطرف عنها. لكن كيروش استبعد النهاردة كل لاعبي بيراميدز، وهنا السؤال: هل كيروش بيجامل لاعبي بيراميدز على حساب منتخب مصر المشارك في البطولة العربية زي ما اتقال من القناة نادي الزمالك وإعلام نادي الزمالك وكابتن أحمد حسام ميدو إن حسام البدري ضيعنا في التصنيف عشان بيجامل النادي الأهلي، استنادا على الفيديو اللي هنسمعه ده؟ الناس بس بتنسى، انا بقولها ان في اجندة كان وقتها ان النادي الاهلي هيلعب بعدها على طول نهائي افريقيا، فمنين ان انا افكر في مصلحة فريق مصري، مش عاوز اقول طبعا انا كنت مدرب منتخب فريق مصري، وافكر في مصلحة الفريق ده على اساس انه ما بقاش مرهق، ما تبقاش فيه اصابات. الاجندة ما كانتش هتفيدني، بل بالعكس كانت الاجندة هتزود الضغط على اللعيبة، هتزود الارهاق على اللعيبة، فبالتالي كانت هتبقى سلبية اكتر. فيمكن انا كنت اما بتيجي وقت الاجندة كنت بستغلها في وقت ان انا احاول اريح اللعيبة. طبعا من حق اعلام الزمالك لما يسمع التصريح ده يقوم يجتزئه وما يسمعش اي تصريحات تانية للكابتن حسام البدري، يقول لك الحق احنا ضاع التصنيف مننا بسبب ان الكابتن حسام البدري كان بيجامل النادي الاهلي. وبيقول الكابتن حسام البدري الناس بتنسى، برغم ان هو اللي بينسى، لان النادي الاهلي كان مقبل على مباراه مع الترجي في الدور قبل النهائي. مش ده المهم، الاهم ان اصلا جدول الدوري كان محطوط للنادي الاهلي حتى يوم 11/6، والنادي الاهلي كان هيسافر بعدها يلعب 16 او 15 او 17/6 مع فريق الترجي التونسي. فمنين يا كابتن حسام انت كنت بتريح رفضت المعسكر عشان خاطر تريح النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بعد قرار رفضك للمعسكر تم وضع جدول للدوري، واللي حصل ان بعض اللاعبين زي بن شرقي ولاعبين اخرين زي علي معلول انضموا لمنتخباتهم، وانضم للنادي الاهلي من النادي اكتر من لاعبين، وانضم لنادي الزمالك اكتر من لاعبين، فاتحاد الكره طبقا للائحه كان لازم يلغي المباريات اللي تم وضعها في الاجنده الدوليه. فبالتالي انتوا كنتوا بتاجلوا المعسكر ده عشان تضغطوا الدوري عشان الدوري يتلعب. ولو عايز تسمع كلامك وقتها هنسمع اسباب اخرى بعيده خالص عن فكره مجامله النادي الاهلي. انا بقول لو كنت انا عملت مباراه وديه كنت حاطط من المحترفين ان هم ما ياخدوش اجازه فتره الاجازه حتى
اللي معظم الفرق اخذتها الفتره اللي فاتت دي. في فرق اخذت الزمالك خد 5 ايام والاهلي برضه اعتقد نفس الشيء، وفي نفس الوقت شفنا يمكن برضه ما كانتش في الحسابات لكن ظروف كورونا اللي اتعرض ليها نادي بيراميدز 13 لاعب، وكان في تقريبا القايمه اللي انا عامل حسابي عليها كان في 8 لاعبين من بيراميدز، ده بجانب لعيبه المنتخب الاولمبي الموجوده مع شوقي. صح، هي دي الاسباب يا كابتن حسام، وهي دي الاسباب اللي بيتجاهلها دايما اعلام نادي الزمالك. لاعبين محترفين بياخدوا اجازه، انا مش عايزهم يقطعوا الاجازه. انديه هتاخد اجازات من ضمنهم نادي الزمالك. لاعبين في بيراميدز عندهم كورونا، وانا كنت اعتمد على 6 أو 7 لاعبين، ثم معسكر المنتخب الاولمبي اللي كان يشارك في الاولمبياد اللي هو فيه 6 أو 7 لاعبين من قوام المنتخب الاول، وبالتالي هو كان شايف ان كابتن شوقي غريب اولى بده لانه هيشارك في الاولمبياد. فين النادي الاهلي في الموضوع ده اللي كان بيدار وقتها؟ من حق الكابتن حسام البدري يد اي مبررات للقرار الخاطئ بينه وبين مجلس اداره اتحاد كره القدم او اللجنه الثلاثيه او الباشمهندس احمد مجاد، لكن ابعده عن النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان محطوط له جدول دوري يلعب 4 ماتشات في الفتره ما بين 1/6 ل 11/6. لو انتم كنتوا عايزين تريحوا النادي الاهلي ما كنتم الاول ما نزلتوش الجدول ده اللي اجبرتوا انكم تلغوه لما انضم لاعبين لمنتخبات اخرى وتم تطبيق اللائحه. ولا الاهلي لعب ولا الزمالك لعب ولا بيراميدز لعب، لكنها حاجه جواهيه. دايما دايما بنحط اسم النادي الاهلي في الموضوع. الفشل فشل بين حضرتك واتحاد كره القدم او بينك وبين احمد مجاهد للغو المعسكر من اجل ضغط مباريات الدوري. الاهلي اللي لعب في البطولات الاولمبيه في بعد الاولمبيات 4 مباريات او اثناء الاولمبيات 4 مباريات بدون لاعبين المنضمين، 6 لاعبين المنضمين للاولمبيات. ابعدوا عن النادي الاهلي في الحجج اللي عايزين تسوقوها للجماهير. دي نقطه كانت مهمه جدا. اما بالنسبه للاعبي بيراميد فمنتخب مصر هيلعب في البطوله العربيه 1 ديسمبر المباريات مع لبنان، وهيلعب 4 ديسمبر مع السودان، وهيلعب 7 ديسمبر مع الجزائر، وفريق بيراميدز عنده مباراه في الكونفدراليه 5 ديسمبر. فكيروش قرر ان هو حاولوا ياجلوا الجوله الثانيه ما عرفوش، فبالتالي قرر يستبعد لاعبي بيراميدز من اجل ان بيراميدز يشارك في الكونفدراليه مش في نهائي دوري ابطال افريقيا. لكن عادي جدا، دي مباراه مش هتدخلنا التصنيف، لكن الاهم المباراه دي اصلا او البطوله دي ليه ما لعبناش بالمنتخب الشباب او المنتخب الاولمبي اللي بياخد رواتب حتى هذه اللحظه دون ادنى مسؤوليه او عمل او ارتباط. كنا بعتنا المنتخب الاولمبي زي منتخب السعوديه ما هيشارك بفريق من الشباب مطعم بالمنتخب الاولمبي، وكنا ريحنا لاعبي المنتخب الكبير او المنتخب الاول، او كنا لعبنا 3 أو 4 جولات في الدوري المضغوط ده، كان من وجهه نظري هيكون افضل بكتير وكتير جدا. نروح لنقطه تاليه وهي الجدل اللي تم اثارته حول هدف المقاولين العرب. نسمع الفيديو. احنا عاوزين الخطين بتوع الفار، الخط اللي جابوه في البرنامج في الماتش. ايوه ده بس كده. بس انا مع التسلم. انت مع التسلم؟ قولي ليه؟ ليه؟ اديك اسبابي. اتفضل. النهارده ركبته فين؟ ليه؟ على خط الاحمر. ركبه مين؟ ركبه ايمن اشرف لاعب المقاولين. رجليه بعد الخط الاحمر ومتقدمه وجسمه مايل، يبقى مين اللي مسابق؟ اللي قبل الخط ومايل ولا اللي بعد الخط ومايل؟ انا مع التسلل، وقرار تسلل والغاء الهدف انا شايفه قرار صحيح. ايوه هو الخط ده، لما حطوا خط وضح ان لاعب المقاولين العرب متسلل، انا عايز الخط اللي ظهر من تقنيه الفار. انا بثق جدا في اراء الكابتن سمير محمود عثمان، ولكن للامانه هو لما جاء عرض على الخطا اللي ارتكبه تقنيه الفار بتحديد النقاط. كنت اتمنى من الكابتن سمير محمود عثمان ان هو بنفسه يحط النقاط دي في استوديو اون تايم سبورتس وعنده الامكانيات لده، ويعمل خط البيرو هو، وكان هيكتشف اللي بيقوله الكابتن احمد الشناوي بالشكل المنطقي اللي يبدو عليه الامر بسيط جدا. اللاعب اللي ركبته معديه الخط هو اللي هيكون متسلل زي فاروقه، ولا اللاعب اللي اصلا ركبته قبل الخط؟ ده السؤال المنطقي والاجابه المنطقيه. عشان كده انا كنت امبارح بقول، كتبت ان انا مستغرب دي تسلل ازاي. على العموم ده هدف. الكابتن احمد الشناوي قال ان هو تسلل، الكابتن سمير عثمان قال ان هو هدف. جدال بيحصل دايما على كرات للنادي الاهلي. الكابتن رضا البلتاجي مع الكابتن بركات قال انا هروح مع تقنيه الفار، ولو قبل تقنيه الفار كنت اقول هدف، لكن بعد تقنيه الفار انا قراري مع تقنيه الفار. اذا في جدال تحكيمي على حاله من ضمن الحالات اللي الناس بتحسبها انها في مصلحه النادي الاهلي. الانديه المنافسه لما بنيجي بنتكلم على حاله ما بيكونش فيها جدال، بتكون واضحه جدا ان في خطا والجميع بيتفق ان الفريق ده تم مجاملته بركلة جزاء او بالغاء هدف للمنافس او عدم احتساب ركلة جزاء عليه. ده في مباراة النادي الاهلي له ركلة جزاء على الاقل اللي هي
المفترض لمحمد شريف اللي قالها الكابتن سمير محمود عثمان، غير لمسة اليد اللي تجاهلها الجميع في الدقايق الأخيرة مجدي أفشة اللي احنا عرضناها امبارح. هو ده دور التحكيم مع مباريات النادي الأهلي. صعب جدا تلاقي مباراة بيطلع منها النادي الأهلي مستفيد تحكيميا، وصعب جدا تلاقي المنافس بيطلع من مباراة في ضرر واقع عليه بسبب أخطاء التحكيم. دايما التحكيم المصري الشك في صالح الزمالك. نروح للجولات الأوروبية والبريمير ليج، نتكلم عن نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى سولشاير. سولشاير خلاص أصبح عبء على كل منتمين لنادي مانشستر يونايتد، والنهاردة بينهزم بأربع أهداف من نادي واتفورد. والحقيقة أجمل لقطة في الموضوع بالنسبة لي هو إسماعيل أصار اللي أهدر ركلة الجزاء، ثم تم إعادة ركلة الجزاء أهدرها مرة أخرى، فلما سجل هدف رائع راح اعتذر لجماهيره. طبيعة اللاعب اللي بيتحمل مسؤولية واللي بيقدر مشاعر جماهيره. كان هدف مهم جدا، أنا فرحت له جدا لأن إسماعيل صار لعيب من اللاعبين المهمين جدا في الدوري الإنجليزي. وطبعا محمد صلاح النهاردة يعني صالح الشباك، وسجل هدف من صناعة ساديو ماني، والهدف ده طبعا كان من ضمن أربع أهداف في شباك أرسنال. الناس اللي بتتكلم عن كرة القدم لازم تاخدها بهدوء ودون تعصب ودون انفعال. يتفرجوا على كلوب وارتيتا وهم بيتخانقوا بشكل كبير جدا على الخط. انا مش بدعم ده، لكن انا بقول ان كرة القدم طبيعتها لعبة انفعالية. نشوفكم على خير ان شاء الله، والاهلي منتصر، الاهلي فوق الجميع. سلام.